خلينا نشوف أبرز غيابات الكلاسيكو. إذن مستشفى الكلاسيكو أبرز غيابات هذه المباراة. ثلاث لاعبين حلوة عجبتك ثلاث لاعبين من ريال مدريد ولاعبين من برشلونة وقع عليهما القدر والاختيار حتى لن يلعبوا في هذه الكلاسيكو. بالنسبة لريال مدريد مارسيلو سيغيب عن هذه المباراة، إيدن هازار سيغيب عن المباراة، خامس رودريغاز سيغيب عن المباراة، ولدينا من برشلونة ديمبيلي وأرتور. طبعا احنا يمكن نتحدث عن لوكاس فاسكيز الذي سيغيب، أسينسيو الذي سيغيب، لكن ليس يعني بحجم التأثير الموجود حاليا من مارسيلو، هازار، خامس، وديمبيلي وأرتر. ربما نبدأ مع ريال مدريد، من هؤلاء الثلاث يمكن يكون الأكثر يعني تأثيرا، أو يعني الفريق المدريدي يعني انفضح بين قوسين بغيابه؟ كابتن معاد، بالنسبة لهون خامس لم يكن معتمدا عليه كثير في الكلاسيكويات السابقة، فنظن أن خامس غير مؤثر بالمرة. نظن هازار سوبر ستار ريال مدريد، وكان معتمد عليه عشان يخلف كريستيانو، فكانت هذه المباراة فرصة أنه يثبت أنه فعلا الصفقة المختارة.